بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الشغل زي ما حضرتكم شايفين، المسجد بجوار مدرسة قباء ابن بيتك، المنطقة الستة، حرف زين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ومنكم. يا جماعة احنا محتاجين لوقفتكم معانا في المسجد، محتاجين لحديد ومحتاجين لأسمنت، فربنا يبارك في عمركم يا رب. يا ريت تقفوا معانا، يا ريت حتى لو بأقل القليل، الله سبحانه وتعالى ينمي لك الصدقة سبحانه وتعالى. فياريت تقف معانا، وياريت لكل أهل الخير، دي فرصة طبعا، لأن الفرصة ما بتتعوضش تاني، ما تضمنش عمرك النهاردة انت فين، بكرة ايه. فعند الوقت بصحتك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة خير؟ فقال: وأنت صحيح شحيح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتكم وصحائف أعمالكم، وكل من ساهم بالخير حتى لو في كلمة، حتى لو بكلمة طيبة في بيوت ربنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم له الأجر، وأن يغفر له الذنب، وأن يعظم له الأجر، وأن يجعل هذا في ميزان حسناته وصحيفة أعماله. ربنا يسترنا وإياكم، جزاكم الله عنا.